ماشي غير كجمعيه وطنيه ولكن المهنيين بشكل عام على المستوى الوطني، تفاجئوا بالقرار ديال مدينه الدار البيضاء، ديال الجماعه ديال مدينه الدار البيضاء. قرار لانه قرار صراحه ارتجالي، غير واقعي، غير منطقي، لان اصلا المقاهي المطاعم تيبداو يخدموا مع 10 ونص ديال الليل، غالبا المطاعم تيخدموا مع 10 ونص. اما تنقول لواحد سد القهوه ديالك، سد مع 11، راه بمعنى تنقول له سد القهوه بصفه مطلقه، لان هذا القرار كان قرار غير صراحه غير مدروس وارتجالي، وما تمش الاشراك ديال المهنيين في هذا القرار. وهذا اكيد غيخلي واحد، غيكون واحد رد الفعل كبير مع المهنيين، وغالبا ما غيكونش امتثال ديال هذا القرار، لان مصدر الرزق ديال عباد الله كاملين، الناس استثمروا اموال طائله، كاين يجيب فلوس ديالهم من الخارج، كاين يدير قروض، هذا ما غاديش تلزم عليه بهذه الطريقه. هذه اكيد غيوتر العلاقه لا بين السلطه المحليه ولا الجماعه، وهذا وتنطلبوا تراجع فوري على هذا القرار. استاذ الحراق، تكلمنا على هذا القرار، شكون هما المناطق في الدار البيضاء اللي معنيين به، واش حتى اصحاب الملاهي الليليه حتى هما كونسيرني بهذا القرار؟ لا، اصحاب الملاهي الليليه ما معنيش، يعني المقاهي والمطاعم جابين على ان هناك ضجيج وبعض الشكايات ديال الناس اللي كيقول لك ان هذا المول القهوي كيصدعوهم. هذا هو علاش جا هذا القرار. اما الملاهي ولا هذاك الليليه ما همش هذا القرار. احنا بطبيعه الحال كجمعيه خلاص غنرفضوا رفض تاما هذا القرار، لان كما قلت قبيله ما نبنيش على اسس اقتصاديه ولا اسس واقعيه، حيت ملي تمشيو للخارج، نمشيو لتركيا، لانقره، لاسطنبول، واحد العدد ديال المدن في العالم كله، راه كاين المقاهي اللي تبقى في مساء الصباح، بمعنى الناس اللي تعرف القيمه ديال السياحه وتعرف القيمه ديال هذا القطاع السياحي بشكل عام، كيفاش الناس تتمولوا تتقادوا تتسهر عليه. احنا كاين واحد لمسنا، احنا كجمعيه لبسنا ان هنا هذا القرار هذا ماشي ما عنده ابعاد اخرى. انا شخصيا والموقف ديالي الشخصي قلت لهم البارح، لان هذا وليت نلمس فيه واحد 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 عنده ربما اسباب ايديولوجيه. هذا القرار هذا ماشي اسباب اللي هي مبنيه على الضجيج شحال، ولكن بقيت نلمس فيه ربما يكون عنده دافع ايديولوجي، ونتمنى ما يكونش دافع ايديولوجي، يكون هفوه ولا ديال ولا عدم الالمام ديال المجلس بهذا الشيء. تنتمنى ما يكونش عنده خلفيه ايديولوجيه، يكون عنده تبع الصناعه. شكون المناطق في الدار البيضاء اللي يعني تشعروا ولا تم الاشعار ديالهم بهذا القرار؟ كاين دابا عندنا في انطا، راه انا عيطت للاخ ديالنا باش يصيفط ليا كاع المراسلات اللي جاو للاخوان، دابا راه غيصيفطهم ليا. راه كاين في انطا وكاين في الولفه، دابا حتى الساعه كاين هذا هو اللي كاين. عاد غنتاكد من المناطق الاخرى، راه قلت للاخوان دابا يتصلوا يديروا في الجروب لونسي اللي جاو الاشعار يتصلوا لنا دابا باش نعرفوا المناطق اللي فيها هذه المشكله. ولكن هو راه استاذ الحراق، نعرفوا على ذاك اللقاء اللي كان البارح في سيدي مومن، وشنو هي الخطوه ديالكم ابخي اللي غادي تاخذوها انتم كجمعيه؟ سيدي مومن البارح كما تنقولوا حضر المهنيون غاب المسؤولين. حنا وجهنا الدعوه لكل شيء، جميع المسؤولين ديال الدار البيضاء، وجه بما فيهم العمده فيهم رئيس الشرطه الاداريه، فيهم رئيس قسم الجبايات، السلطه المحليه براسها وجهت لها الدعوه باش تحضر معنا. بمعنى الغريب في الامر هو ان هاد الناس كاملين ما حضروش، حضروا علامه تجاريه كبيره معروفه في البلاد ديالنا، استثمروا اموال طائله، حضروا كاملين حاضرين تما، حضروا البارح، حضروا مقاهي وأربع مقاهي ومطاعم اللي خاسرين مليارات، خاسرين في هذا القطاع. ما عرفتش كيفاش ان المسؤول ديال الجماعه اللي هو المفروض هذاك مول القهوه مواطن قبل ما يكون رب المقهى، المفروض على المنتخب خصو يجي يتسلط الهموم ديالنا، يعرف الاشكالات ديال المهنيين باش ربما، لان المشكل الا كان مشكل مطروح، مشكل مشترك، خصنا نحلوه بمشترك. لكن خصها تكون هذيك الاليه ديال التشاور، الاليه ديال
ديال كما تنقولوا تكون مقاربه تشاركيه في اي قرار اللي فيه المهنيين. للاسف الشديد هذه الاليه مغيبه تماما مع عند المجلس ديال الدار البيضاء. رغم مستر البارح كنت الحراق، دابا تهضر على شنو هي الخطه المقاربه المقبله ديالكم؟ شنو كتعتزموا تقوموا؟ احنا اولا بعد هذا القرار، بعدا انا عندي اليقين ما غاديش تتلي حتى واحد، هذا من جهه، لانها رأى ان الناس خاسرين فلوس كثيره على هذا القطاع، وما غاديش بجرد قلم وتكون عندك اغلبيه مريحه وتدوز هذا القرار. الناس راه كان اللي يخدم عليها هذه الفلوس على 20 عام و30 عام في الخارج، وبالتالي كان خاص القرار خاص عنده غيكون عنده قرار بالفعل مع المهنيين. احنا كجمعيه وطنيه بيان سور احنا غادي نرسلوا جميع المسؤولين في البلاد حول هذا القرار، بما فيهم رئيس الحكومه ووزير الداخليه، كذلك السيد الوالي ديال الجماعات المحليه غنطلبوا له لقاء استعجالي، هذا من جهه. وغادي يكون عاوتاني بيان سور غادي يكون لقاء موسع مع المهنيين في الدار البيضاء، ممكن يمشي ابعد من القرار غيكون ديال الملاقهي، ربما يمشي حتى الاغلاق ولا يمشي لشي الحركات احتجاجيه اللي تكون غالي نعلو عليها مستقبلا مع المهنيين بطبيعه الحال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب.